كعبة في صحيح مسلم وغيره في حديث عمر بن عبسة رضي الله عنه أي الذي أسمع يعني يستجاب فيه الدعاء لأن كلمة أسمع يستجاب ومعنى 302-307 ليبيا المستقبل الآن. صباح الخير. اقتداء عند رسول الهدى على جو الإجابة في صحيح مسلم وغيره في حديث عمر بن عبسة رضي الله عنه أي الذي أسمع يعني يستجاب فيه الدعاء لأن كلمة أسمع يستجاب ومعنى سمع الله لمن حمده أي أجاب من حمده قال جوف الليل الآخر فاغتنم هذه الفرصة وإذا جاءت العشر غير اقتداء عند رسول الهدى فإنه صلى الله عليه وسلم كان في أول الشهر يصلي وينام فإذا دخلت العشر طوى الفرع وأحلى الليل وهجر أهله أي هجر فراش النوم مع النساء اجتهد في عملك وحياتك وشغوف للاضطلاع والتطور والتعلم صباح الخير كلمة حتعيشها أكثر مع إلى غروب الشمس من ليلة العيد هذا هو وقت الاعتكاف فأسأل الله أن يوفق لجميع من يحبه ويرضاه ويحسن العاقبة ومن يحب من الأسئلة أن يعتنى بما يتعلق بالعبادة وهذا الشهر الكريم وفضلها من الشهر المبارك وما يتعلق بصيام الست من شوال وما يتعلق بقضاء أيام رمضان وما يتعلق بساعة يرى في الإمام الذي يصلي للجماعة سمحت الشيخ أن نجد لكم تسألوا كافي من أجل أعتقد حتى المشاهدين يشاركوا معنا أن وجودكم فرصة لطرح العديد من الأسئلة التي لدي وقد تلقيت العشرات والمئات من الاتصالات التي أي الذي أسمع يعني أي يستجاب فيه الدعاء لأن كلمة أسمع يستجاب ومعنى سمع الله لمن حمده أي أجاب من حمده قال جوف الليل الآخر فاغتنم هذه الفرصة وإذا جاءت العشر غير أحوالكم اقتداء عند رسول الهدى فإنه صلى الله عليه وسلم كان في أول الشهر يصلي وينام فإذا دخلت العشر طوى الفرع وأحلى الليل وهجر أهله أي هجر فراش النوم مع النساء ويعتكف والاعتكاف قد لا يتيسر لكل أحد لكن وقته من صلاة الفجر في اليوم 21 إلى غروب الشمس من ليلة العيد هذا هو وقت الاعتكاف فأسأل الله أن يوفق لجميع لما يحبه ويرضاه ويحسن العاقبة ولمن يحب من الأسئلة أن يعتنى بما يتعلق بالعبادة في هذا الشهر الكريم وفضلها من الشهر المبارك وما يتعلق بصيام الست من شوال وما يتعلق بقضاء أيام رمضان وما يتعلق بساعة يرى في الإمام الذي يصلي للجماعة اللهم استغفر سمحت الشيخ أن نجد لكم في مجلة أعتقد حتى المشاهدين يشاركوا معنا أن وجودكم فرصة لطرح العديد من الأسئلة التي لدي وقد تلقيت العشرات والمئات من الأسئلة